يسعدنا ويدوس صدورنا بانه الجامعه اخذت تعليمات الوزاره ومجلس الاعتماد الاكاديمي على محمل الجد وخطت خطوات يعني متقدمه يعني ما شاهدناه في المعامل في الدور اللي فوق صراحه اول معمل بامانه اول معمل احس نفسي منفتحه فيه وانه مساحات واسعه وطريقه يعني حتى يراعي فيها ويراعي فيها حتى الجوانب الصحيه. اختياركم الأول جامعة السعيدة، جودة التعليم وحسن الاختيار.